كل إنسان واجب عليه أن يجرب في اللي قبله، يشوف اللي قبله إيش الطريق اللي سعى فيه وإيش الطريق اللي عمل فيه. هل هو سار ومنعش ومنقذ أحد ولا بس حق روحه؟ إذا هو حق روحه وما له فضل، ما له فضل إلا على نفسه. لكن إذا كان أنه طريقته وعمله أنه قوم أمة كثيرة أم قليلة فأجره على الله. على كل حال، فهذا شيء يستربه الإنسان اللي عنده إنسانية.